فارس احلى من كونكوري، مش مغربي. انا كنحاول كدوي في شي ابير، راه ما فهمت والو. انا يا كون طوال في مترو 90، كون شعرك حل مزير ياك. انا ما تحل بها وساله صافي، ما مغربي ما عنديش معاه، مش حد يكون كوري. ويلي يا تبتي وحصني يا الفريويحه. ممكن من انا يكون ازوان، ممكن منش انا لبس عليه. اسيري عطيك الدل. انا الصراحه ولله تهيقتك، انا تهيقتك. بغيت المراه ديالي المستقبليه تكون حماقيه. حماقيه تجيني على بيانتي. 46 الحراره تحت الظل، ياك ما فيك السخانه ولدي. وصافي كون زوين شاب، كون تيتيز بحال الفريز. هاي 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 يا شوفي بنت المسل تاع الاخرى، تعرف تهضر. خاص تكون زوينه ياك، وتكون ظريفه، وتكون حادقه، وتكون فورميا. صافي ياك سعدي بولدي، سعدي سعدي. يكون راجل نيت ديال بصح، ابار كلشي كيجي مع الوقت. ايوا يا بليدي. وصافي نتفاهم، يكون كيفهمني وكنفهمو، ماشي شي حاجه، ما غنفكرش في شي حاجه بعيده اصلا، حيت كلشي كيجي مع الوقت، كله زهره. درايفه واخا طويله. يكون معقول، تكون عنده الدار ديالو، يكون بخير، يكون كيخاف الله دي اول حاجه، ويكون كيحترم، كل الاخلاق ديالو طيبه. واش ضربك الله ولا ناكي؟ يعني خاصه تكون فيه بزاف د الحوايج، بعدا الاخلاق هي كلشي، والثقه والتفاهم. حتى ما كانش هذا الشيء راه ما كاين والو. شكون انت؟ ارسطو، سقراط، علي، ما شنو في ملك الله انت؟ لا صوت لا صوره، بحال الهيدوره. السلام عليكم. بغيت نسولك اختي، عفاك عطيني مواصفات الراجل المستقبلي كي بغيتيه يكون. يكون ظريف، ولد الناس. سعدي 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 سعدي. وخدام على راسو، وما يقوليش ما تخدميش، نخدمو بجوج باش نتعاون على الزمان. انتي شوفي الدريه اللي نقولو غير هيشه. كون مسلم. وكيتبع طريق الله. صافي. كتصلي انت؟ كنصلي. شحال من ركعه في الظهر؟ ثلاثه. واو واو ماو فاو ساو لاو خاو كاو. سبحان من خلقك، سبحان من خلقك، سبحان من خلقك. فاش احلامي بغيت يكون بعقلو، يكون خدام، يكون عنده صالير مزيان. كاين انتي تشوفي. تكون عنده الدار، ويكون ولد الناس، يكون مربي، هذا، ويكون كيعرف الله. الله اكبر، اللهم قوي ايمانك. يكون راجل بمعنى الكلمه، ويربيش اللحيه والشعر، ما يديرش الشعر. زيدي شي حاجه نزيد في حالتي. ويكون فيه، ما نقولش لك انا ما بغيتوش يكون كذاب، يكون فيه واحد شويه الكذوب، ولكن كذوب بياض عادي، حيت اصلا كلشي كذاب في هذا الوقت. هي المخلة، هي المخلة. لا 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 بلاش با سيدي. خويا نسولك انت الاول، اعطيني مواصفات الزوجه المستقبليه ديالك. الزوجه خاصها ما تكونش ديجا هضرات مع شي واحد. ايوا شتي؟ شتي الناس العقلاء؟ شتي الهضره كي دايره ديال المعقول؟ اها صافي هادشي اللي المهم هو صح، زعما ما تكونش ديجا عندها شي حاجه مع شي دامي ولا شي حاجه. محمد اضحك 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 عبد الله اضحك 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 اضحك. الزوجه المستقبليه خصها تكون فهمتي بنت الناس، فهمتي داكشي ديال الدار وداكشي، فهمتي، وشكون خدامه تعاونك على الزمان. الهويه ما عندو نفس. شكون بولادها فيا اللي ولد انا، فهمتيني بولادها كاينش المشكل. هذا هو المهم. شحال تعطيها في الصداق؟ وهي الا جات بولادها راه هي خاص تعطيني الصداق. هذه لغه ينعدين امك، فهمتش. وسينو راه كاين طريف 3 مليون بحال هكا، 3 مليون وكريدي فهمتي، كل شهر شويه بشويه. ولاي عباد الله الزطي هذه، خرج على العقل هو هذا. شنو مواصفات الزوج المستقبلي ديالك؟ واه يكون بحالي بالنسبه للنيفو، اللي يكون احسن مني. انت اش قالت؟ بالنسبه لي دابا انا تنقرا، يعني يكون فايتني شويه، يعني ما يكونش قل مني، ولا يكون بحالي. ردي انت واش عقلك انت فيه الشياطه؟ حنا فين تنهضروا انت فين ردتينا؟ ياك ما واكل شي صبيع تاع معجون ولا احسن. شنو بغيت في شريكه حياتي؟ بغيتها تكون بنت الناس وبنت دارهم. أو كنقول لك ماجدة، كونوا بداركم. راه نسمع لك شي حاجة راه ما يمكنش. عندك كلمة طيبة قولها، ما عندكش تغرس خالص. جاتك البلا في شكلك. ما باغتش شي واحد هنا. ما عنديش مواصفات. يا
دخلني عليك بالله. كيفاش كتخايلي كيفاش يكون؟ يكون ظريف وولد الناس كيبغيني صافي. تسليم لك اختي تسليم، انا بعدا ما عرفت شي منين شد. ما يكونش يسمع لاي واحد، يكون فارغ الشخصيه ديالو، يكون مثقف، يكون واعي. شوفي بنت المثل تاع راه تخير يعني عارف المجتمع شنو كيدور فيه، ماشي اي حاجه قالت يشدها، اي حاجه كانت يسمعها، خصو غير يكون راجل وصافي، عوال على راسه. باش ينجح الزواج هنا في المغرب خاص ضروري تكون الثقه، فهمتي؟ وباش عرفتيها؟ تكون الثقه وبزاف ديال الحوايج، فهمتي؟ احترام طرفين، فهمتي؟ كلشي راه باين. عانية وما يحافيش.